السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ السنة الثالثة، أهلا بكم إلى درس قياس أطوال وحلول الأنشطة المتعلقة بهذا الدرس. الأنشطة سعيت أن أقوم بإنجازها باستعمال الحاسوب بينما شرح الدرس إن شاء الله سوف أشرحه بالقلم واللوحة والأوراق. أكتب الوحدة المناسبة مليمتر أو سنتيمتر أو متر. عدنا أعزائي التلاميذ باللي أقدم لكم قبل ذلك جدول قياس الأطوال. جدول قياس الأطوال نعرف بأن أصغر وحدة في هذا الجدول هي، نعلم بأن أصغر وحدة هنا في جدول قياس الأطوال هي المليمتر أعزائي التلاميذ. بعد ذلك يأتي السنتيمتر، بعد ذلك الديسيمتر، بعد ذلك المتر، بعد ذلك الوحدة الرئيسية لقياس الأطوال هي المتر، وهذه الأصغر منها الأجزاء لأنهم نجزئ. حين نجزئ المتر مثلا أجزئ الطبشور، أجزئ الطعام، أحصل على أجزاء صغيرة. إذا هذه الأجزاء هي أصغر من المتر، هي أصغر من المتر، كل واحدة أصغر من الأخرى. مليمتر أصغر من سنتيمتر، واحد مليمتر أصغر من واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر أصغر من واحد ديسيمتر، واحد ديسيمتر أصغر من واحد متر. الآن أمامنا أشكال، هذا باب، الباب هل طوله 2 مليمتر؟ مستحيل. هل طوله 2 سنتيمتر؟ مستحيل. إذن الباب طوله 2 متر أعزائي التلاميذ، الباب طوله 2 متر. القلم كم يكون طوله؟ 15 متر أطول من الباب؟ لا، 15 مليمتر يعني فيه غير 1 سنتيمتر؟ لا، إذا فيه 15، القلم 15 سنتيمتر. السيارة هل يكون طولها 4 مليمتر؟ سيارة الألعاب وأطول من 4 متر، 4 سنتيمتر أطول من، أطول من، إذا السيارة 4 متر. أمام النملة كم يكون طولها؟ 5، ربما 5 سنتيمتر. النملة طويلة نوعا ما، ربما يكون طولها 5 سنتيمتر. المقلمة كم طولها؟ 25 كذلك سنتيمتر، 25 سنتيمتر. النملة طولها 5 ربما هناك نملة تكون نوعا ما شوية صغيرة، يكون طولتها 5 مليمتر وليس سنتيمتر، عفوا هنا في النملة 5 مليمتر. النملة تكون حشرة قصيرة جدا، هي كائن قصير جدا. هي كائن قصير جدا 5 مليمتر. ارسم خطا ازرق طوله 9 سنتيمتر ثم مدده بخط بني طوله 50 مليمتر. لاحظوا معي اعزائي التلاميذ، 50 مليمتر نكتبها في الجدول، 50 مليمتر، عندنا 50 مليمتر نكتبها لكم هنا على جهه 50، 50 مليمتر. باش نكتبوها في الجدول، لاحظوا أول حاجة نديروها نحملوا ما هو رقم الوحدات هنا، أو ما هو يمين هذا العدد، يمين هذا العدد هو الصفر، نكتبوه في الوحدة اللي عطاها لنا، الوحدة اللي عطاها لنا هي المليمتر، ها الصفر نكتبوه في الوحدة التي أعطيت لي، قالي المليمتر نكتب فيها الصفر، ثم أنقل بقية العدد نكتبه كما هو، ها 5، ها 5. إذا 50 مليمتر عبارة عن تساوي، أو عفوا تساوي 5 سنتيمتر، 50 مليمتر هي 5 سنتيمتر. إذن أرسم خطا أزرقا طوله 9 سنتيمتر، هكذا أرسم خطا أزرقا طوله 9 سنتيمتر، هكذا ثم أمدده بخط بني، ثم أمدده بخط بني
طوله كم؟ 50 مليمتر أو 5 سنتيمتر هكذا. السهرة كم صار طول الخطين معا؟ هذا فيه 9 سنتيمتر وهذا فيه 50 مليمتر. إما أن نقول صار طول الخطين معا، إذا صار طول الخطين معا 9 سنتيمتر و 50 مليمتر، أو نقول صار طول هنا 9 سنتيمتر و 5 سنتيمتر. 9 زائد 5 كم تساوي؟ 14. إذا نقول صار طول الخطين معا 14. صار طول الخطين معا كم؟ 14. 14 سنتيمترا. سنتيمترا صار طول الخطين معا 14 سنتيمترا. رتب الأطوال التالية من الأكبر إلى الأصغر بترتيبها من 1 إلى 6. يعني هذه ربما سأضطر لشرحها بالورقة والقلم. إلى ذلك الحين كذلك التمرين 4 إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، وإلى اللقاء.